اسمعني الآن، أتحدى أي إنسان يقعد كل يوم يوميا قبل الفجر بحوالي ربع ساعة جلسة استغفار إلى الفجر، ويصلي الفجر في جماعة إذا كان من الرجال، أو تصلي المرأة في بيتها، ويقعد إلى الشروق ويمر عليه يوم كئيب. أنا أتحدى، أنا استشاري نفسي وأعمل في الاستشارات، أنا في مجال التدريب صار لي الآن تقريبا 20 سنة وشوية، وفي مجال الاستشارات النفسية الآن حوالي 17 سنة، لم يأتني إلى عيادتي أي شخص تنطبق عليه هذه الصفة. طاقة، هذا مو أنا اللي أتكلم فيه، هذا اليهود والنصارى والبوذ هم اللي عملوا هذه الإحصائيات، والفضل ما شهد به، ما أنا بنقول الأعداء لكنهم مخالفين في الديانة، ما فيهم ولا مسلم. هؤلاء العلماء وجامعات راقية كهارفارد، أكسفورد، ميشيغان، ييل يونيفرسيتيز، هذه الجامعات عملت دراسة وجدت أن طاقة الأيونات الصباحية البواكير التي تبدأ من أوقات السحر، في لغتنا إحنا هي أوقات السحر، هذه دراسات علمية ليست نفسية وليست دينية، علمية. قاعدين نتكلم عن سلبي سالب وموجب في عالم الفيزياء، وجدوا أن الطاقة الموجودة في هذه الأوقات من وقت الصباح الباكر، من وقت السحر إلى وقت الشروق، هذه الطاقة تستطيع أن تغير من نفسية الإنسان.